Names Baba Avata Adoros Nem Beni Otenebes Epcho ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. برستوس إيسوس انشوي اشليل ببروسف شستاسيتي ايريني باسي طب نيف ماتي مارن شبه موتن تطفن بريف سنانيف او هن ايت فنوت فيوتن بن شويس او بن نوتي بن سوتير ايسوس بخريستوس جريفسكي بازين ايجون اف ارفوسن ايرون اف اري ايرون اف شبتي نيروف اف تي اسو ايرون اف ري تاي او نو ساي إن سوف أون مارن تي بو سنتف أري إيرون خين باي إس أو ويب فاي نمني هو تيرون تي بن أنخ خين هيريني نيفين جي بي بان توكرا تورب شويس بن نو تي إفني فيب شويس بي بانتوكرا تور إفيوتم بن شويس بن نوتي بن سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لك يرحمنا الله ويطاف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ماكسيموس، ويغفر لنا خطايانا رب نسأل ونطلب من
صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقن إياها، لأنك أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا تكن. انصف بتابر شين تنطا افن كوت شيرت ايفا نستنسي ستطا انفن خنيس موت شاطئ صوتهم نيفولق النوبي نيفون أبقى أبخم بيما أبقى تاني اسمي مبروفي تكون خم بما شمتنه بخريستون سانستي اكنكرون شرنه مريتي شرم بيستن صوصين تسميسين عليم ابنوتي بلوغون شرنه مريتي اون شيري افو اب شيريني ماريا ثما فين بيت او اب شيريمي خيل بين اجتنار شيا انجلوس بكرمان او غاين تنيا انستانسيس شيريني شيرو بيم شيريني سيرو رفيم شير تغماتير إبرانيون شير ناشوي سنيوتي أنا بوستون شير الماسيتي سنتين بن شايز إنسوس بخريسون شير ناكوبي مارتيرون شير بيفانجي Ελθείς Σερεβί Αποστόλος Αβά Μαρκός Βιθεόρημος Σερεστή Φενός Βίσο Αρεβε Μάρτυρος Σερεβάρσης Ιεκονοέτε Σμαρός Σερενοτένον Εμάρτυρο Ω Σερενιτ Σοϊγενγε Ενεός σερενιάς λόβορος βετσοίσιβ όργε οργέος σε οδόρος βέσε τρατιλέτης λόβετιρ μερκούριος αβαμίνα εντενή βαϊέτ ονιέτ χινόμ εσμί πενιόντες οε πενζί Εκείνος αβατεκλέχει μένος πέριμεν σαύς νεμπενιός αβαμεξίμος πέμενρι τεντεβέ Χριστός. Είσαι Θεό ερώκ ο Υιός ερώκ ως εσρικάρι εβόν χεμπεν πατρέ εγιαρσίς παπάβα ταβάτρος ποιαρσί έρευς
ما تغرفي جنب فيس رونوس نمبف كيش بين الليل بني عوت سوا بنزي كيوس أبا مكسيموس بيبس كوبوس بي من ريت انت بين كريستوس إيسوس بخريستوس انصاف نمفو أو إنصاف إنصاف بنمشا إني خنقو بستاسي سنوات تن عشت مفتن تي وناف بقورن تتيري إني موينا آن انت كيريني سمنين آن انت كير كان النوبين آن افون غور افول إني قاش انت Ecclesiari subtirus ennis kim shayne Emmeno il benot ichenden men mi Ite nochne bo ente beviot nem bebnev ma esoe Ente fes moeron tiren ente vtovoe إنني تفتارت شوني شون انتيني نفسيش نمنين سوماتين واشتموك وبيئي خريستوس نمبن كيوتنا أغسوس نمببن ماي سوام جي أكتوم كان صوتي أمور ناينا إشليل إيريني باسي طب نعماتي نسأل الله الأب ضابطان كل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رفضوا أباؤنا وإخوانا آتنا اطلبوا آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البد آبائنا القديسين وسائل ساقفة آبائنا الأساقفة آبائنا القمامصة وآبائنا القساوسة وإخواتنا الشمامسة أبائنا الروبان وأبائنا العلمانيين وعني أحكل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسه مجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايا يا رب ارحم يا رب نحن نفوسهم جميعا في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل وانتقال وإن كان لحكم تفريط أو تواني كبشر
وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر، اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال آل إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمه. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين. يا رب تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مباركة. أنت يا رب إله أبانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد، فلتكن رحمتك علينا كما استتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء قرار الأرض كلها، وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك يا رب، رحمتك دائم إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فأغني، التجأت إليه فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوء الحياة، وبنورك يا رب نعاي النور. فتأتي رحمتك الذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات صار الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات. ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية، لأنك العذر تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيها القديسة الممتلأ مجدا العذراء كل حين، ولله الإله أم المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقة المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة على نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الأزوري. شيرينيو تي بورثينوس تي أوروين من أليثينين شيرب شوشون تي بنجينو صاريك فونان إمانويل توتيرون أفموهن راشيون وبن لسخن وثليل جيبن شويسيسوس بخريستوس أفتون في فولخن يثموت أن خيروين إيرون إنصف في تمشينا في نمت سبسيت إمل نيم نوتين تي آمين تفنا في روفا في روتي أفتكوين إنكيم إفمو مش قوم جيمن أموني إمو هم بيلين هم تفكوشين هم مخلصين فيني أفين النفسوت بيوالخين أو نف نموز أفولو بيتشين سينيم أف إخون إنف ماينم تون أف نوهيم إزفي بفران أفون إنتف قم نو إيفول إزفي فايتون إل
إني أغاثون إجيكي فولخين أوراتي تنرب صالينينغو ليلو يا هللو يا هللو يا هللو يا هللو إيسوس بخريستوس بأورو إنتبو أفتم في فولخين إسموت روي ربربي ناف نم بفيوت أغاثوس إرب سول سلم مريم خن في عود صاحب جوي صوينا من باسم ريت استبهم موفري إيقون كار سولومون موتي إيروس خن بيقو انتني قو جيتا سوني أو تايش بي طابولين سمي إيروس ليم شيرين اوتي بارثينوس تي اورو امين الي ثينين شيرب شو شنتي بنجينو صاريك فونان امين اويل شاشفين ارشي انجيلوس تي او هيراتو فرهم نوسم بهم سوم بيباندو كراتو شمشم مستريوني تيب صوري السيداكي السراسي المناري الناينشتن ريفروين السو يطبي مفيري جنبي صوي بيغو تفتو امي برذ بيتي روز خنتك لسن تنشور بمي سفوسي روف خنو متاتمون وشي فولف قو اموشي أجيوس أساناتوس اسمو إتيك كليرون أمي أماري بك ناينم تكهيرين وين صبتم بك لأول أفشان قسم بي الليلو يا شرنان في أوي وهم أوجي أجيوس أمين الليلو يا بيوفا بنو تيبي استراتي ان انجيلي كن مني طمن ابراني تفكان النوبين نيفو كيريوس يسوس بخريستوس افسد بن نفابوستولوس ايتي بيتروس نما نادريس يوانس نم ياكوبو ماتيوس بارسولوميوس نم توماس ياكوبوس تيرفي نم سيمون بكنن نيوس يديوس نم متياس بافلوس نم ماركوس نم لوكس نم بسبين تاني ماسيتس نتاب موشين سابين سوتير متياس بطاب شوفي نتشفيو انيود كوكيفون نم بسبين نتاب موشين ساسس بوطا ابو خروشين افي فالهيجين ابو مبكاهي ترفوون وصحجي ابو شفريك تكوميني وبهم بشوي ساري يقن انا شوي سنيوت نابوستو ايش فسنا في ماسي تثف كان النوبين نيفول ابا ماركوس في ابوستو لو سوو بي افانجيلستيس بمثل خاني مقبن تبي مونوغينيس النوتي صافوني بيوت نبشيري نمب بنب ما اف او اف اكن تيني فولخين بكاكي اخون بي او اي نمي اكتموني بي او اكن تيبون افي بسيت فولخين اتفا افيتش اسمو انخري انخيت انجنت بثير انتيب كاهي او نوصا جي افو شبرك سنتي اي كوميني شيرينا كوبيا مارتيرون شيربي افانجيلستيس شربي أبوستولوس أبا ماركوث بثوريموس وبهم بشوي ساري يقن وبثوريموس الأفنجيلستيس أبا ماركوث بأبوست تفكين النوبين نيفول شاشفن روم بفقو كيفول جفيث أو مبقي أوركيوس ربيش بنورون نوموس
افتيها بروفم مني بيشفون بالوزموس اودي بفناتي اتصوتون اودي بفنشتنا اخون بقورو بخريستوس افارب صالين نمتا في جاف كوتيرون جنيث نوستيرو على خن فران نسوس بانو تايتشيم باتشيم بششني مو نشتي غرب بكتايو بشوي سبورو غوارجيوس اري بخريستوس راشين خنيارو ثلي من تأتفين شيرينك وبي مارتيروس شيري بتشوي جنجنيوس شيري بياس لوفوروس بتشوي سبورو كي أورجيو وبهم بشوي ساري يغن وبسوفوروس مارتيروس بتشوي سبورو غوارجي تفكان النوبي نانيفو فلنجتمع يا حبائي لينو مجد الصديق بمكسيموس المطرد حبيب ربنا يسوع المسيح طوبك بحقيقة مجل اغتابك الكثيرة استحقت ارحمها الكل أحببت شعبك رعيتهم حسنا بالصلاة الحقيقية وبطهارة وبر من أجل محبتك تحننت على الفقراء الخطى والضعفاء الأرامل والأيتام فضائلك العظيمة وأعمالك الحسنة الشموع التي تضيء لك على طريق السماوات في شهر برمضة دعاك المسيح في حضن بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب سلام لبينا أنبا مكسيموس متران الأليوبية ووسنا وتوابعها حبيب ربنا يسوع المسيح اطلب من الرب عنا يا بنا القديس البار أنبا مكسيموس المطران ليغفر لنا خطايانا شامين سوئر ثم سيغون خدمة شوسي تركين خيتو اوتن شوسي نبتر انتي ثيوتوكوس ويم بارثنوس انسيوني فين ماتي هم في طاري ماس وبن سوتير ناغاسوس تفولي انخيسي بولا تفسمني نان انت فهيريني شيريني اوتي بارثنوس تيورو امين اليثينين شيري بشوشون تبنجيرو صاريق من إمانويل تنتهو قريبا مبيوت بروستاتي ستنوت نهر بين شويس زبغر تفكان النوبي نانيفو نعظمك يا أم النور الحقيقي ولمجدك أيتها العذراء القديسة وليدة الإله لأني كلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل ليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالسرس القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء أنس وصلب عنا على عاتب الأقصى البنطي تألم وقبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ومعمودية واحدة لمغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين تنقوش تفول خايت انتي أنا استاسيس انتي نيرت موت نمبيوت خنتي Yeah.
Amen.
Χριστός, βενότι, βιέλησε,
Vetaves veben sotia fer somatikos. Avetsi sarek se vol chem bep nevmachu ebne me evol chem mareia. Tishelitech oev avonem benehevinem benahogekter eorashenet nem oselilepter maren oshtem ovohenten erehem nos entev mavmariat cherombi Εθνέσος ο εντενός ευολχενός μίνσε γεσέρενε μαρείας μαφνεμενοίν σέρενε μαρεία ψώτην αδάμ βενιότ σέρε ρεϊαχ μαβεν βήμα εμφότ σέρε Reyab thalilin eva sherenem Reyab onofin egini asherenem Reyab rashin avil bithmi sherenem Reyab barthenos entavmi sherenem Reyab nohimen nohe Sherenem Reyati Atsole Ben Semne Sherenem Behmotena Avraam Sherenem Yabi Eklomin Eflom Sherenem Reyab Sotin Isak Vesueb Sherenem Yath mavim vith oweb Sherenem harayab selilin yakob Sherenem harayab hanel vahenkob Sherenem harayab shoshoen yoda Sherenem harayab Yath mavim vith esbota Sherenem Reya bihi oy shem moy thi shere Reya thma vim bethes boti shere Reya ptayon samu il shere Reya bshoshom besra il shere Reya ptagoron yob besmi Yabion en anami Sherenem Areya Smafem bimineri Sherenem Areya Acherem borodavit Sherenem Areya Teshverin Solomon Sherenem Areya Bechisin Dikeon Sherenem Reya bogein isa eye sherenem Reya talit shun ermeye sherenem Reya bimin zekil sherenem Reya Kharisto danil sherenem Reya Gomin ileye sherenem Reya behemotin elise o sherenem Yatithe otoko sherenem Yachma vinisos bechristo sherenem Reya techirom bi efneso sherenem Reya chma vinisos o sherenem Emarei etav ermes renasin jen Evrovit estiro Goemos hebev notibilogos etavet shisarek sinchiti Genometov en atsajem beseriti Tetshosi elithos ehote beshvot Ente Aaron, O Theyasme,
موت أشبه بأشفوت إفل ماري أجئن ثقب تبوس تصبر نية أسئر بوكي أسميسي خورسينوس مبشير فتت شوس بلغوسنات ذيهيت النسب شي لم نسب رزبيه اونا نفسس مبرون تتكليسيه بصلواتها وشفاعتها افتح له يا رب باب سنسألك يا والدة اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا في كواكب الفردوس محب الرب يسوس خدم الرب بالقدس بنيوت أبا ماكسيموس سر حياته واجب عمل تدبير غريب طوبك يا حبيب ولد هذا العظيم في مدينة يخمن في يوم اتنين ابريل بنيوت أبا ماكسيموس يوم ميلادك عاجب ظهرت أم الحبيب والشعب كان راقم بنيوت ماكسيموس تركت الأهل والخلان فضلت صفوف الروح عبد الله الديان بنيوت أبا ماكسيموس فين العالم تركت والجبل قسقا ذهب حب المسيح اخترت بنيوت أبا ماكسيموس دعوك بابون أنجيلوس لتوضعك المحسوس حبيت الرب القدوس بنيوت أبا ماكسيموس طوبك ثم طوبك يا أبونا أنجيلوس طوبك حقا إنك ملك بنيوت رشحت للباباوية لسيرتك النقية دينام إلهية بنيوت أبا ماكسيموس نلت الأسقوفية وأيضا المطرنية لقوسنا والأليوبية بنيوت أبا ماكسيموس يعظم في محبتك يا حكيم في كلمتك يا غالب نعمتك بنيوت هل هيتك تشهد لك عن زهدك وودعتك وعن وصفها نقول لك بنيوت أبا ماكسيموس أعطيت كلام ببرام يا صديق مريمين لهم والبابا كيرلس تمام بنيوت أبا ماكسيموس يا صديق كل إنسان الغني والغلبان والقديس كمان بنيوت أبا ماكسيموس صرت مثل مسيح تستر عيوب لا إدانة ولا قصص بنيوت أبا ماكسيموس تشبه أبو مقر على الخطى سطر لا تنسى له تذكر بنيوت أبا ماكسيموس في كنيسة يترب مع السواح يا حبيب تصلي بسر عجيب بنيوت أبا ماكسيموس قليل هو كلام غالية هي أقوالك اذكرنا في صلاة بنيوت أبا ماكسيموس كنت دايما بتقول بركاتك يا أم
تسهل الأمور بين يوتوب وماكسيموس. كنت بتقول لنا بشفاعة مريمينا وصلنا إلى الميناء بين يوتوب أبا ماكسيموس. بعيوننا نظرناك حبتنا وحبيت واتمتعنا برايك بين يوتوب وماكسيموس. فاتح دايما أبوابك لزوارك وأحبابك فارحم بأولادك بين يوتوب وماكسيموس. تقابلنا بالسرور بلطفة كالمشهور يا حبيب لي أم النور بين يوتوب وماكسيموس. دايما بتصلي لنا بالزيت وترشمنا لتشفى أمراضنا بين سيموس. لمامك العظيم أيها بالحال مضيت إلى الناعي بين يوتوب وماكسيموس. يا إلى كل المؤمنين نحن إليك ملتمسين عندما نصرخ قائلين بين يوتوب وماكسيموس. تفسير اسمك بأفواه كل المؤمنين الكل يقول يا إلى الأنبا ماكسيموس أعنا أجمعي. خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها طوب أبصر ولأذنكم فإنها تسمع. نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديس
بكنيسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب. سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا هللويا مروة شاسبريت إكليسيا أنت بفلاوس مارو اسمه يروفيت كاتدرا انت نبرز في تيرو شعف كونو متيوتي مفريتن هنيثو افيونا فنجانية صوتون هو افيونا افور كنجيب شوي صووه النفوهم انسي جنسك بفوهم شايني قطع التكسين سمل شسادك شوي سوينا ممك بنيوت الثواب بطري ارشيس بابا فطا وادرس بما اصنع بفكاش فين اللي تنوس بنيوت الثواب ذيكيوس افا مكسيموس بشوس في عربت ميتو انفر هللويا هللويا ايسوس بخريستوس ابورو انت ابورو افتون في بوت خني اسموت خم بيه ما شمت الليل Sitemi tavo vosio akosumento agio o evange elio maro otin jifisnio khinevran imipshoisenteni gom Κύριε ευλογήσον εκ του κατά μεθύον Αγίου Ευαγγελίου του αναγνώσμα. Δόξα σοι Κύριε. خوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع شويس او بنوتي او بن سوتير او بن اورو تيرين ايسوس بخريستوس ابشيري ام بنوتي اتون
بيو ناف شايني بيو فا بنو تي بي وكسا سيكيري لابينا داود النبي والملك الطاهر بركته على جميعنا آمين. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وأيضا جسدي يسكن على رجائي. كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الكصادات. الرب عن يمينك يا أبان الطباوي الباب الأنباط ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ماكسيموس. الرب يحفظ لنا حياتكما. أمين. الليلويا مبارك هو الآتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم. الجمع تقدم إليه إنسان ساجدا له قائلا يا رب ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ومرات كثيرة يقع في النار ومرات كثيرة يقع في الماء وقدمته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه حينئذ أجاب يسوع وقال لهم أيها الجيل الأعوج الغير المؤمن إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إلي هنا. فانطار يسوع وخرج منه الشيطان وبرئ الفتى من تلك الساعة. والمجد لله دائما هللويا 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 إيسوس بخريستوس بورون تبور في بور
الخني اسمه ادفاي اربي او اربي اربي ناف نم بفيوتنا فاسو سجنتينو نمشا إني جفس مروت جفيوت نمبشيري نمبب نوما إث أوهبت ريس شليل ببروس افشيس إيريني باسي طب نماتي كل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولي من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب خاص المسكونة يا قصيها اسكن يا رب رئيس الأساقف البطريرك الباب المعظم الأنبات ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مكسي كانتنا البابا المعظم انبات عدروس الثاني بابا بطرير قريس ساقف المدينة العظمى اسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المقرم إلى أنبا ماكسيموس وسائر سقفتنا أرثوذكسي كثير أزمنة سلامية اذكر يا رب سلام خلاص الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارة آبائنا الأرثوذكسية صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب ارحم كل المدن وكل القرى والكورة وزينتها نجنا كل من الغلاء والوباء والغرق والحريق ومن سيف الأعداء ومن قيام الهراطيق يا رب ارحم
والسماء وسماء الأرض الأرض في هذه السنة بريء السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلينا وكملنا سلم بغرفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب رحم. أصعدك مقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرثة تكسر أسمار وأعدل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما ليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ يا رب قلوبنا فرحا ونعيما حتى إذ ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر باجتماعاتنا بريك. من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا يا رب أعطي أنت كلنا بغير مانع ولا عائق اصنعها كمشيئتك المقدسة الطوبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة إن بها لنا وعبيدك الآتين بعد الأبد. قم أيها الرب الإله ولتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. Simon to Creo Clinati, Obion so Kere, Os Homen Theometavo Ami, Irinipossi, Tob Nevmatis, I have said the Rabbi Swan Messi Ibn Wahid, Kilimatallah Hil Eb, Alazi Kata Kuluri Batat Hatayana, Menkibel Elem Hil Mohalis al Mohia, Wanefer Fogo Telemiza Hulkudisin. قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في الكنيسة المقدسة أن يحلوا وربطوا كل رباطات الظلم. أسألك يا إلهي من أجل عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحني مجدك برؤوسهم ارزقنا رحمتك اقطع عنا رباطات خطايانا إذا كنا أخطأنا ليك بعلم غير علم أو جزع القلب أو القول أو الفكرة أو صغر القلب فأنت قادر كصالح محب البشر أن تغفر لنا خطايانا. باركنا وطهرنا وحللنا وحال الكل شعب. أمين. كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون. تفضلوا استريح.
باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. خريستوس أنستي مسيح أم خريستوس أفطم خن أم اسمي أفطم. كل سنة وانتم طيبين. إحنا النهاردة بنحتفل بمرور 30 سنة على نياحة سيدنا المتنيح القديس الأنبا ماكسيموس. الأنبا ماكسيموس اتولد سنة 1911 في أخميم، اترهبن في دير المحرق سنة 1932 باسم أبونا أنجيلوس المحرقي. سنة 1936 اترسم كاهن. سنة 1959 اترشح للبطريركية مع أبونا أمين المتناحد بابا كرولوس. سنة 1963 اترسم أسقف للألوبية ومركز إويسنا. سنة 78 اترقى مطران واتنيح يوم 6 مايو سنة 92. يعني له إيه؟ 30 سنة. العبارة بتاعتنا النهاردة اللي قالها ماري إسحاق الشهية هي أخبار إيه؟ قديسين كالماء للغروس الجدد. حقيقة شهية سير القديسين وبالأكتر سير القديسين المعاصرين اللي احنا شفناهم أو قريبين من زماننا، لأن دايماً نتكلم عن القديسين اللي من القرن الثالث والرابع والخامس، لدرجة أن البعض بيعتقد أنه عصر القداسة انتهى. لا، كنيستنا ولودة وفيها قديسين مستمرين. فسيرة القديسين المعاصرين مهمة جداً لأنها بتثبت لنا أن ممكن الوصية تتنفذ وأن ممكن القداسة تتعاش في القرن العشرين والواحد وعشرين وهكذا. فشهية أخبار القديسين اللي رأيناهم بعيوننا ولمسنا حياتهم بأيدينا وشمينا ريحة المسيح الزكية فيهم اللي بيثبتونا إمكانية حياة القداسة. طبعا بالنسبة لنا هنا بالذات في الإبرشية بتاعتنا سيرة الأنبا ماكسيموس سيرة عطرة، وهي من أهم الوسائط الروحية اللي ربنا بيستخدمها معانا في برشتنا لتنمية علاقتنا بربنا وإشعال محبتنا ليه والملكوت. بعض الناس بتبدو ليهم وصايا الكتاب كأنها مبادئ نظرية، لكن هنلاقيها في سيرة الأنبا ماكسيموس متعاشة ببساطة شديدة جدا، بساطة واقعية بسيطة. سيرة الأنبا ماكسيموس تثبت لنا أن وصايا ربنا ممكن تنفيذها في القرن العشرين والواحد وعشرين، وأنه وصاياه ليست ثقيلة زي ما قال القديس يوحنا الحبيب. البعض بيستغرب مين يقدر ينفذ هذه الوصايا وهذه المثاليات. حقيقة حياة الأنبا ماكسيموس بترد على أسئلة كتيرة ناس بتقولها باستغراب. أول استغراب مثلا، هل يمكن فعلا أن حد ينفذ وصية صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع؟ هل ممكن؟ ساعة الواحد بيتقاله ده مستحيل. العصر الأنبا ماكسيموس شافوا كده كويس. أما أنا فصلاة. كان معايا أحد أباء دير السوريان حكالي قال لي إيه، أنه كان بيصلي مع الأنبا ماكسيموس قداس في دير مريمين، وبعد ما خلصوا القداس لقى سيدنا هو بوزع لقمة البركة بيصلي القداس تاني، يعني بيدندن بإيه عشان ما نشيلش بحاجة. وبعدين لما راحوا مضيفة صغيرة كده انتظارا للأغابي لقى سيدنا بيعمل إيه؟ برضو بيدندن بالإيه؟ بالقداس. أما أنا فإيه؟ صلاة. وكلكم برضو عصرتوا سيدنا في المطرانية، أي حد يروح يزوره قدام سيدنا في الإنجيل صح؟ أبصالمودية كتاب المزامير الأحمر المشهور ده، بحيث إن مفيش أي فرصة لأي إيه؟ لأي كلام غير الصلاة. صارت حياته صلاة وصلاته حياة. يقدر يقول أنا نائمة وقلبي إيه؟ مستعد. يعني
الصلاة كل حين دي شفناها في حياته. وأحب أطمنكم برضو إن اللي دخلنا في صلة مع ربنا يبقى صلاة. الصلاة مش شكل واحد، مش الإجبية بس. اللي دخلنا في صلة يبقى إيه؟ يبقى صلاة. ولا يقطع الصلاة إلا الخطية. سؤال تاني باستغراب، هل يمكن لإنسان في هذا العالم يقدر يضبط لسانه؟ هذا العضو الصغير المتعب اللي بيسبب لنا كثيراً أتعاب كثيرة، لدرجة القديس أرسانيوس قال إيه؟ كثيراً ما إيه؟ ما تكلمت فندمت، أما عن سكوتي فلم أندم قط. شفنا مثلاً في الأنبا ماكسيموس إنه قليل الكلام، وكان واضح حتى في المديحة بتاعته واللي عصره كده، قليل الكلام بس يقول ما يقصد ويقصد إيه؟ إزاي الواحد يفكر قبل ما يتكلم؟ مرة واحد من الأباء الكهنة في الإبرشية جل سيدنا يشتكي نفسه. سيدنا سامحني وحللني، أنا كنت في اجتماع وبعدين في أسئلة، فمنهم سؤال مستفز قوي قوي، فردت به بحدة، فجاي يعني إيه بيقول سيدنا إيه سامحني وحللني يعني. سيدنا ببساطة قال له السؤال اللي ما عجبناش نجاوبوش، إيه رأيكم؟ حكمة بسيطة وبساطة، السؤال اللي ما عجبناش ما نجاوبوش. كان لما يروح دير مريمينا سيدنا كل الرهبان يتجمعوا في الآلية بتاعته، هم هناك في دير مريم بيحبوه جدا، واشترك في رسامة عشرات من الآباء الحمد لله على السلامة. فلما كان يتجمعوا في الآلية بتاعته يقعدوا بقى بعد ما رحبوا بيه هيتكلموا أي كده، يقول مش بنقول كده يا ابونا، مش بنقول كده، يروح محول الكلام إلى صلاة، إلى سيرة قديس بنعمة ربنا قدر يضبط إيه؟ يضبط لسانه في هذا العالم المتعب. وأعتقد كلكم محدش فيكم عمره سمع منه كلمة تجرح حد أو كلمة تزعل حد. برضو سؤال ثالث أو رابع باستغراب، هل ممكن واحد في هذا العالم يدي كل اللي معاه؟ اذهب بيعه كل إيه؟ ممال متى 19، هل ممكن؟ ربما يكون ممكن وسهل على راهب في الدير، مش كده؟ الراهب في الدير بلا مسؤولية وبلا هم، واحتياجاته موجودة وأكله بيوصل له خلاص. لكن إن ده يحصل لواحد مسؤول عن إبرشية كبيرة وفيها التزامات وإخوة رب، والإبرشية زمان طبعاً كانت بسيطة جداً، كلنا عارفين طبعاً إن لغاية سنة 1963 كانت إبرشية الجيزة والأليوبية وإوسنا، سيدنا المتنيح الأنبا يؤنس الكبير. لما تنيح الأنبا يؤنس سنة 63 البابا كيرولوس حب يقسم الإبرشية، إن الجيزة تبقى إبرشية والأليوبية وإوسنا تبقى إيه؟ إبرشية. فلما اجتمع بشعب الأليوبية وأراقنة الأليوبية أرتر سمنا أسخف نأكله منين؟ مش هنقدر نأكله، مش هنقدر، لا عندنا عربية ولا عندنا مطرانية ولا عندنا حاجة خالص. فكانت الدنيا كانت بسيطة جدا جدا. فإن واحد راهب يبيع كل حاجة دي سهلة ولا صعبة؟ لا سهل، راهب سهلة قوي، راهب في الدير سهلة جدا، ما تعتبرش يعني إيه يعني إعجاز ولا حاجة. لكن واحد مسؤول عن شعب كثير، منطقة مترامية الأطراف فيها فقراء كتير، عنده مسؤوليات، لكن فعلا شفنا إزاي بيوزع كل حاجة. يعني كتير من أباء اسكندرية بالذات حكولي حتى التانية، أي حد فيهم كان بيبني كنيسة، أي أسقف كان بيبني مطرانية، سيدنا يديله كل اللي هي كل اللي عنده، كل اللي عنده. كان في صندوق أو سرة مش عارف في المطرانية لدير مرمينة، كان صندوق ولا سرة؟ صندوق كده صغير لدير مرمينة، بحيث إنه ما يروح الدير ما يروحش فاضي، ودي وصية نحن ما ظهرش قدام ربنا ودينا إيه فاضي. حتى لو جاله شوية بلح يقسمهم نصين، نص لدير مرمينة ونص إيه يوزعه على حبايبه والناس اللي بتزور المطرانية. في الأول طبعا سيدنا كان بيركب حنطور، فاكرين 63 كان حنطور،
بعدين واحد من الأحباء أداة عربية، وبعد كم يوم كده واحد من ولاد سيدنا تقريبا كان شغله يعني تفنش من شغله ما عندوش شغل وكده، فسيدنا اداله ايه؟ اداله عربية. فطبعا اللي هدى سيدنا العربية زعل، فقال له مش انت هدية؟ فانا ايه؟ انا حر في الهدية بتاعتي مش كده؟ ومرة تانية اظن برضو كان انتريه جديد في المطرانية، كان حد بيجهز بنته اداله. حقيقة هو نفذ الوصية والوعد الإلهي، اعطه ها تعطه صح. وعلى رأي الأنبا إبراهام لا حزنة ولا إيه، سيدنا كانش عنده رصيد ولا ساب رصيد، لكن كان بيعمل إيه؟ رصيد فين؟ رصيد في السماء. وأثبت لنا فعلا إن الإنسان اللي بيدي عمره ما يحتاج، عمرنا بالعكس ده هو ساب لنا خير كتير جدا جدا جدا. برضو سؤال تاني باستغراب، إزاي الواحد يقدر يعيش بوداعة وببساطة في وسط عالم متعب وعنيف ويهتم بالبرستيج وبالمنظر؟ سيدنا عاش بوداعة وبساطة وكان مهاب جدا، ودي يعني معادلة مش سهلة. الواحد بيفكر ولد فلان ده إنسان بسيط، يعني إنسان بسيط يعني بسيط، لكن هو كان بسيط بس إيه؟ بس كان مهاب جدا، معادلة عجيبة جدا. يعني مثلا حد بيحكي لي وعايش لسه لغايه دلوقتي في بنها، انه سيدنا كان فتح كنيسه كده زمان، كان غير تصاريح يبني اي مبنى وبين يصلي فيه وكده، فجه مسؤول كبير قوي من الداخليه يعاتب سيدنا ازاي تفتحوا كنيسه فسيدنا ببساطه ووداعة ساله هو الكنيسه تفتح ايه المطلوب؟ تصريح. قال له التصريح بيطلع منين؟ قال له بيطلع من وزارة الداخلية. قال له حضرتك بتشتغل فين؟ قال له في الداخلية. قال له بالبركة فين؟ هي البركة في كفيك. الجو توتر شوية كده، الخادم راح حاجة ورجع لقى الراجل ده بإيه؟ قبل إيد سيدنا وخرج والموضوع انتهى. وأعتقد برضو في مشكلة كنيسة الخانكة، أعتقد برضو إنه مرة ضابط صغير كده ما يعرفش حاجة ركب سيدنا البوكس، والموضوع ده سيدنا خده ببساطة، بس الموضوع ده قلب الدنيا وكان سر إنه إيه تتفتح الكنيسة. وهكذا حاجات كتير ممكن نقدر نقولها. من الحاجات الحلوة قوي قوي احتضان سيدنا الأنبا ماكسيموس للأباء الكهنة في الإبرشيات الأخرى اللي يبقى عنده مشكلة لا قدر الله وياخد خلو طرف، والكاهن ما قدرش يبقى حاجة غير إنه إيه؟ عنده شغلانة تانية؟ فبقى خلاص ما عندوش حاجة تانية. وكتير من الإبرشيات كانت بتعتذر إنها تقبل الأباء اللي جايين من حتة تانية. هي من أعظم الحاجات في رأيي يعني إنه كان بيحتضن هؤلاء الأباء، لأن الأب اللي بلا كنيسة بلا خدمة لا قدر الله ممكن يبقى مشكلة كبيرة وصداع في رأس الكنيسة. فكان هو بيحل المشاكل دي ببساطة، كان يقبلهم ويديهم خدمة يديهم كنيسة، وبعضهم اداله فلوس عشان يبني بيت ويعيش في القرية. ومنهم ناس كتير لما جه سنة 92 منهم ناس كتير قوي كانوا معانا في الإبرشية وناجحين جدا في خدمتهم بسبب ايه؟ احتضانه وتشجيعه، وكان عنده رجاء ان فتيلة مدخنة ايه؟ لا يطفئ، وقصبة مردودة ايه؟ لا يقصف. برضو الستر والمحبة، يعني في مرة جاله إيه شكوى في أحد الأباء الكهنة اللي بيخدموا معه، وسيدنا تحقق فعلاً من الشكوى أنها حقيقية. فسيدنا إدي الشكوى لأبونا المتنيح أبونا لؤى، كان وكيل المطرنية، قال له بص يا أبونا لؤى أنت أخوه، اتكلم معاه وانصحه، بس ما تعرفوش إن أنا إيه؟ إن أنا عرفت عشان ما يتكسفش مني. نوع من الستر والمحبة. برضو الإيمان والسلام، دنيا تضرب تقلب وهو عنده إيه؟ سلام وإيمان، سلام يفوق العقل. عندنا قرية اسمها عزبة فرج شحات أو بتندة هنا جنب كفر عطلة كده، كانوا زمان بيصلوا في كنيسة بسيطة، مكان بسيط قوي قوي كده خالص يعني، وفجأة إيه؟ الأمن قفل الإيه؟ قفل المكان. فالناس جم زعلانين قوي متأثرين قوي لسيدنا، قفلوا الكنيسة. سيدنا ببساطة قال لهم صلوا في بيت عم صادق وهيبقى عندنا كنيستين بهدوء شديد.
هداهم وصرفهم وقال لهم حل بسيط قوي. وفعلا بعد فترة اتفتحت الكنيسة ليه الأولانية وتعمرت وتغيرت وبقت حاجة كبيرة قوي، وبيت عم صدق برضو بقى ايه كنيسة. ازاي الواحد يبقى هادي؟ لانه القائد لما يبقى هادي قم ايه هدوء ايه يسري في ولاده. طب لو هو بيتعصب، لو هو بيقلق، لو هو مش كده هيصدر هذا. فكان كلام وهدوء جميل قوي. ما كانش عنده ذات. ربنا قبل ما يدي اي حد مواهب لازم يتأكد ان ذاته ايه، ذاته مش موجودة. لان المعجزات والعجائب لو الواحد عنده ذات ممكن لقدر ايه تتعبه تقلبه. فمثلا يمكن الإبرشية الوحيدة اللي نجحت فيها خدمة الخوري إبسكوبوس. جه في وقت من الأوقات كده قداسة البابا شنودة ربنا يحيي نفسه حب يحيي طقس الخوري إبسكوبوس، فبدأ يرسم مع بعض الآباء الأساقفة يرقيهم مطران يرسم مع إيه خوري إبسكوبوس. أعتقد لم تنجح الفكرة إلا فين؟ إلا في القلوبية بسبب إيه؟ بسطه واتضاع. يا رحمة قسم كل حاجة على الأنبا مرقس والأنبا إيسان، مش كده؟ الرعاية والخدمة والفلوس وكل حاجة. كان أيامها برضو في كده حوار دائر، هو الخوري إبسكوبوس ده قمص ولا أسقف؟ يعني يرشم سمامسة ولا إيه؟ ولا ما يرشمش يمسك عصاية ولا كان إيه؟ كان لسه حاجة جديدة. فناس كانوا متغاظين من أحد الخوري إبسكوبوس اللي مع سيدنا لأنه بيصلح حاجات وكده، فمتغاظين منه بقى. فراحوا مصورين، راحوا مصورين الخوري إبسكوبوس مسك عصاية، وجايبين بقى الصورة الأنبا ماكسيموس يفجروا قنبلة بقى يا نلحق ده هيعمل أسقف في وجودك. فسيدنا قرا افكارهم، اول ما فتحوا الصوره كده قال الله دي صوره جميله، راح بايسها وعلقها فين؟ في القلايه. واتحرقت الايه؟ اتحرقت المؤامره. من الحاجات الحلوه قوي برضو التلمذه، روح التلمذه. سيدنا الانبا ماكسيموس كان بيعترف عند سيدنا المتنيح الانبا يؤنس أسقف الغربي. الأنبا يؤنس اتنيح سنة 1986، يعني سيدنا كان عنده 75 سنة. أول ما اتنيح سيدنا الأنبا يؤنس، أنبا ماكسيموس فاجئ الأنبا مرقس إنه عايز يعترف إيه عنده. دي حاجة عجيبة طبعاً وقامة كبيرة، أو إن واحد يعترف عند ابنه وعنده واحد بيخدم معاه. ده ساعات شاب يكون بيعترف مع أب اعترافه في الكنيسة، وبعد ما يترسم ياخد حل إنه يعترف فين، ها؟ يعني مش عارف يعترف مع أبونا اللي زميله في الكنيسة وكده، وده أبوه. فإن الأنبا ماكسيموس يعترف عند الأنبا مرقس دي حاجة، دي قامة عالية جدا جدا. لما الأنبا طبعا مرقس حب يعتذر يعني هيعمل، فقال له ما أنا لازم أعترف، ما أنا ما أقدرش أقعد من غير توبة واعتراف. ده درس لينا كلنا، ده درس لينا كلنا. هو حد فينا يفتكر أن سنه أو قامته أو ملابسه السمرة تعفيه منه إيه؟ يشحت التوبة. لو حبينا نعرف حياة القداسة في جملة بسيطة، أنا أعتقد أحلى تعريف للقداسة هو حياة التوبة المستمرة. قداسة ما هيش المعجزات أبداً، مش المعجزات، لا، القداسة هي حياة إيه؟ التوبة المستمرة. فسيدنا قعد يعترف عند سيدنا الأنبا مرقس من سنة 86 لغاية نياحة سيدنا سنة 92. دي حاجة مهمة قوي ودرس جميل قوي. برضو محبته لرئاسة الكهنوت ومحبته لقداسة البابا الجالس على كرسي ماري مرقس وطاعته الشديدة. يعني مثلا كلكم عارفين زمان كان الرهبان بيلبسوا طاقية ونزل منها ايه شريط كده، عشان الشريط ده بيعمل تقاطع مع المنطقة اللي هنا فيبقى صليب. يعني البابا شنودة
حب يرجع الطقس الاصيل بقى بتاع الانبنطونس الاقلاصه دي. طبعا الراهب لما كان ترسم اسقف كان بيلبس العمه ايه، مفيش قلصوه، كان يلبسها بدل يعني بدل الطاقيه يحط ايه عمه. فسيدنا البابا شنوده قال يا ريت الاباء الاساقفه يلبسوا ايه قلصوه قبل الايه قبل العم تحت العم. اول واحد لبس قلصوه هو ايه انبا ماكسيموس. دي قامه كبيره جدا، فاهمين؟ قامه كبيره ان اسقف كبير مطران كبير بقى ايه برضو. انا حرف اخر الكلمه حول كده، اولاد الانبا ماكسيموس ها يعملوا ايه اعمال انبا ماكسيموس. لما مر اليهود بيفتخروا كده واحنا اولاد ابراهيم، المسيح قال لهم ايه؟ قال لهم ايه اولاد ابراهيم ها يعملوا اعمال ايه ابراهيم، مش افتخار كده وخلاص. فمحبه الانبا ماكسيموس مش ان احنا نعمل تمجيد وبس، مش هي دي بس صح، او نسمي اولادنا ماكسيموس وبس. اولاد الانبا ماكسيموس يعملوا اعمال الانبا ماكسيموس. وربنا مش هيقول لي ليه ما بتعملش معجزات زي الانبا ماكسيموس، دي مش مطلوبه مني، المواهب دي مش بتاعتنا، ربنا بيديها لمن يريد لصالح الكنيسه. هقول لي ليه ما اتعلمتش ايه فضائل الانبا ماكسيموس؟ اتكلمنا عن التوبه صح والاعتراف، فاهمين؟ مهما كبر سني او قامتي، اتكلم عن الطاعه مهما كان قامتي او سني. اول واحد لبس قلصه في المجمع المقدس وايه انبا ماكسيموس. زمان برضو قوي كانوا في تذكار الاربعين يعملوا حاجه اسمها تابين، فاكرين جناز او تابين؟ يعني يجوا بالليل كده يعملوا زي قاعده كده ويقعدوا يتكلموا عن ايه، عن المتنيح، يعني يقعدوا يتكلموا عن صفاته وعن ساعات يقعدوا يزودوا شويه حاجات وكده. فالبابا شنوده قال احنا عايزين نحولها لقداس، مش كده؟ بدل نقعد نتكلم على فلان الله يرحمه ما نعمل ايه قداس ونذكره في القداس. فقال بلاش حفلات تابين ونعملها ايه قداس الاربعين. اول ابرشيه واول اسقف نفذ هذا الامر وايه هو الاليوبي. دي طاعه صح، مهما الواحد كبر سواء في السن او في القامه او الرتبه، الطاعه مش كده، الطاعه تخلي من مسؤوليه. في اخر سنه يمكن في حياه سيدنا كان عي قوي، وجي البابا شنوده يزوره فين في المطرانيه القديمه، فكان سيدنا تعبان قوي. فالبابا شنوده قال لا يا سيدنا ده لازم تروح المستشفى. قال الحضر سيدنا اروح المستشفى، راح في الاول ما كانش عايز يروح، لا اروح. فقال للخادم معاه هات الشنطه من تحت السرير. المهم خد الشنطه وخد العربيه وراحوا ايه المستشفى. افتحوا الشنطه لقوا الشنطه فاضيه، دي فاضيه. قال لهم عايزيني اعطل البابا عشان احط حد في الشنطه؟ لا انا اجي وبعدين الشنطه تبقى ايه. احترام شديد لرئاسه الكهنوت، دي حاجه مهمه جدا صحيح، وده تعلمناه من سيدنا والاباء الكبار اتعلموه. انا كده لقيت ابونا لوقا وابونا مكاري الاباء الكبار دول يعشقوا رئاسه الكهنوت ويخضعوا تماما. ده تعلموه منين؟ من الانبا ماكسيموس. الحكمه، حكمه بسيطه وبساطه ايه حكيم. واحد من الاباء الكهنه بيحكي كان عنده في الكنيسه بتاعته ثلاثه من الارخنه طلعوا معاش وبقوا فاضيين، والفاضي يعمل ايه؟ دي مشكله، عندنا مشاكل قد كده في البيوت عشان ايه بابا طلع ايه معاش والفاضي بيعمل ايه. فهو ايه ما قدرش على مراته، فبيجي بقى ايه الكنيسه بقى، كنيسه وابونا بقى قعدوا على ايه على المصطبه كده في الكنيسه الثلاثه ومش عاجبهم العاده، ابونا غلطان في كذا والمعلم غلطان في كذا والشماس في كذا وده غلط، حاجه صعبه جدا يعني ربنا ما يوريكوا. يعني جنازه بطار من هيكمل كويس تحافظين صح. طيب فجي بقى ايه ابونا ده يشكل سيدنا، مجننني يا سيد مش عارف اعمل حاجه خالص. طبعا ما اسهل ان الاسقف او المطران يدي حرمان، مش القانون بيقول كده او السلطان وكده؟ بس انا ما اعتقدش ان الحرمان ممكن يخلص مشكله، ممكن يحولها الى صداع في راس الكنيسه. وياما عندنا صداع بسبب ان الواحد مننا ايه اتسرع كده ايه وحرم حد.
فسيدنا قال له يا ابونا ايه؟ ابعتهم لي. فجم يقابلوا سيدنا، فسيدنا زي ما قلنا قدامه الانجيل والايه؟ والاقصى الماضيه وكتاب المزامير. فسيدنا مسك الانجيل قرا جزء من الانجيل. ودى اكبر واحد فيهم قرا جزء، كل واحد قرا جزء. فابدا اعجابه الشديد بايه؟ باللغه العربيه بتاعتهم، بالنطق بتاعهم، بصوتهم. قال لهم انتوا جوتيلوا من السماء. انا عايز اسجل الانجيل على شرايط. الموضوع ده زمان ما كانش منتشر لسه زي دار الكتاب وكده. انا بزور ناس بسطة مش بيعرفوا يقروا، او ناس كبروا نظرهم ضعف، فبدل ما اديله انجيل اديله ايه؟ شريط. راح دخل قليته، جاب لهم علبه شرايط فاضيه كده فيها شرايط يعني بس فاضيه، قال لهم سجلوا بقى ايه العهد الايه الجديد. فمشوا مبسوطين. سيدنا كلفهم بايه؟ بخدمه مهمه. روحوا بقى قعدوا في بيت واحد منهم، جابوا احسن ريكورد عنه، بعده ايه يسجلوا ايه العهد الجديد، ويسجلوا ويمسحوا عشان بقى يبقى احسن حاجه. طبعا انشغلوا عن ابونا، فابونا عارف ايه يخدم. وبعد ما خلصوا الانجيل هم نفسهم اتغيروا. انتم ها انقياء ها بسبب الكلام الذي كلمتكم به. صح، حكمه ان احنا نلاقي لكل واحد في الكنيسه خدمه حسب ظروفه، حسب إمكانياته، حسب مواهبه، حسب خبرته. لأن لو واحد فاضي ممكن يعمل لنا إيه؟ مشكلة. عارفين ليه الزايدة الدودية بتلتهب وناس كتير بيشيلوا الزايدة؟ ليه بيشيلوها؟ عشان بقت إيه؟ ملاش شغلانة. كان زمان الزايدة دي لها شغلانة لما كان الإنسان بيأكل أعشاب كتير وسيلولوز وكده. لما أكل الإنسان اتغير بقى إيه؟ ملاش لازمة، فبقت بلا عمل، فبتعمل ايه؟ بتعمل مشاكل. اكتر عضو بيعمل مشاكل ويلتهب هو ايه؟ لانه بلا ايه؟ بلا عمل. طبعا كان محب قوي للقديسين، وكان ده واضح برضه، كان بيحب العذراء قوي مش كده؟ العذراء. والعباره المشهوره ام النور ايه؟ تسهل الامور. كان بيحب الملاك مخيل قوي قوي، والملاك ينجينا منين؟ الهلاك. كان بيحب مريمينا، ده عشق بقى. مريمينا وصلنا ايه مين؟ كان بيحب ماري مرقص، وكتير من الاطفال سماهم ايه؟ مرقص. برضو بخصوص الوداعة كده، كان مره واحد ساله زوجته حامل اسمي ايه، فسيدنا اختار اسم قديس كده. فبعد ما خلف استصعب الاسم شوي، فسمى اسم تاني، فجاي يعتذر سيدنا حليني انا قال له ماله ده اسم حلو قوي، ده انا اخويا اسمه كذا. ما كانش يزعل، فاهمين؟ في ناس بياخدوا على كرامتهم كأنه يعني لا أبدا. لازم نميز، وده برضو لينا كأباء، أميز بين وصية كتابية وقرار كنسي ونصيحة رعوية. صح؟ الوصية الوصية الكتابية اللي يكسرها أزعل منه؟ طبعا الوصية طبعا مش هرفض، بس أزعل. صح؟ أزعل. طيب قرار كنسي واحد كسره أزعل، بس الزعل بقى أقل مش كده؟ عارفين قرار كنسي زي إيه؟ زي مثلا فرق بين الزوج والزوجة مثلا ما يزيدش عن كذا، ده قرار كنسي مش وصية كتابية، مساحة الحوار فيها واسعة شوية. واللي يكسرها مش خاطئ، مش خاطئ، أزعل منه أقل. طب وصية رعوية خد بيها او ما خدش ازعل؟ لا ما ازعلش. مشكلتنا برضو كاباء ساعات اقول كده نصيحه رعويه لو ما خدش بيها الدنيا تتايه تتقلب. لا طب دي خبرات ونصايح، ياخد بيها ما ياخدش هو ايه هو حر. الوداعه ببساطه. كان بيحب كمان ماري يوحنا الحبيب، يعني من اول الاباء اللي سموا كنازل اسمه ماري يوحنا الحبيب. يعني عندنا في برشتنا الصغننه دي عندنا ماري يوحنا بنها مش كده؟ منشيه دمله، لانه ماري يوحنا حبيب الايه؟ حبيب المسيح وحبيب العذراء. سيد المسيح سلم امه البتول لايه؟ لتلميذه البتول. سلم امه الحبيبه لتلميذه ايه؟ حبيب. سلم امه اللي طالما المسيح اتكى على صدرها لتلميذه اللي طالما ايه؟ اتكى على ايه؟ صدره. فكان بيحب ماري يوحنا، كان محب القديسين، ووزع ايه؟ ودى ده لأولاده. جميل إنه سيدنا روحه طفت عليه على أولاده كلهم. دايماً الروح إيه؟
تسري، القائد روحه بتسري. سيدنا قاعد هنا في الأليوبية 29 سنة، فروحه إيه؟ الوديعة الهادية طفت عن الناس كلها. الناس دايماً تسألنا عن معجزات، معجزات. أنا أعتقد أن من أعظم المعجزات أن إحنا هنا مثلاً في الإبرشية نتمتع بسلام عجيب جد. وكلكم فاكرين مثلاً أيام الانفلات الأمني، فاكرين؟ سنة 2011 و12 وكده، الدنيا تقرب، الدنيا تضرب، الدنيا تقلب، وبنها فين هي؟ لدرجة ناس كتير نفسهم يعملوا من بنها، صح؟ من كتر السلام، صح؟ مش حاجة خالص. ما كنت أزور حد يقول له بنها دي على الخريطة، لهم على الخريطة بس فيها إيه؟ فيها سلام. دي بركة الأنبا ماكسيموس. الكورونا، إيه رأيكم في الكورونا؟ كورونا دي عيني يعني إيه، عملت حاجات كتير. إحنا برضو كنا هنا في إيه؟ بقدر الإمكان في سلام، الخدمة ما تعطلش، مش كده؟ كأننا في كوكب آخر، صح؟ ده بركة الأنبا ماكسيموس. ما ندورش على المعجزات الفردية، لا، دي معجزات إيه؟ عامة. روح الأنبا ماكسيموس طفت حتى على مسلمي بنها. إخواتنا مسلمي بنها مختلفين. لما كنت أقعد مع حد زمان يقول لي إيه؟ الله يقدس روحه، لكأنه بيحب العطاء ومش بيميز في عطائه بين مسيحي وغير، زي السمير الصالح. ومنهم كتير ربنا تمجد علينا سيدنا وعمل لهم معجزات لأولادهم وكده. فمحبته ليهم ورثتنا إيه؟ إنهم بقى إيه؟ يحبونا، يخافوا علينا، يخافوا على كنيسنا، هم اللي دافعوا عن الكنيسة. علاقته الجميلة بالطوائف. عندنا هنا في بنها كنيسة إخواتنا الإنجليين، عندنا في ويسنا كنيسة لإخواتنا الكاثوليك. من أجمل الحاجات علاقتنا لغاية النهاردة بإخواتنا الإنجليين في بنها، وإخواتنا الكاثوليك فين؟ في أوس. في أماكن تانية تلاقي الإيه؟ علاقة فيها شوية يعني إيه؟ توتر وشد كده. عن علاقتنا جميلة قوي، فيها احترام ومحبة. كل ده ورثناه منين؟ الأنبا ماكسيموس. مش عايز أطول عليكم. اللي عايز أقوله، أولاد الأنبا ماكسيموس ها؟ يعملوا أعمال الأنبا ماكسيموس. صح، الموضوع مش طق حنك. مش عارفين طق حنك؟ دي كلمة عند إخواتنا في لبنان، طق حنك أو كلام وخلاص. لا، بصراحة كده اللي بيحب الأنبا ماكسيموس يقول أنا ابن الأنبا ماكسيموس، يعمل إيه؟ أعماله. كلمنا عن توبته واعترافه للنفس الأخير في حياته، كلمنا عن عطائه، كلمنا عن طاعته، مش كده؟ محبته للقديسين. كل واحد يختار نقطة واحدة الأول وإيه؟ يحاول يقتنيها. وبركة سيدنا الروح القدس اللي أعان سيدنا هو أمس واليوم والأبد. تذكروا أن سيدنا ده لوحده كده، أو القديس بقى ده قداسة عمل الروح القدس. نحن عاملان مع الله، شركة الروح القدس. الروح القدس هو أمس واليوم والأبد، اللي اشتغل في الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والأنبا بيشوي القديسين وبمقار والأنبا ماكسيموس. هو إيه؟ جاهز. بس إحنا إيه؟ نتجاوب إيه معاه، نقول له يا رب زي ما أعنت الأنبا ماكسيموس إيه؟ أعنا، اقبل صلواته. هو بيصلي طبعا للعالم كله، بس بيصلي لنا إيه؟ زيادة إيه؟ زيادة شوية. أخيرا بشكر حبايبنا في قناة ميسات، بشكر سيدنا نيافة الأنبا أرمية اللي هو بادر على فكرة عن فكرة العشية والودازي. هو الأنبا أرمية اللي بادر من محبته الأنبا ماكسيموس. بنشكره، بنشكر كل الطاقم والفريق وخدام ميسات، بنشكركم كلكم. بعد ما هنختم هقول من أراد أن يمضي فليمضي إيه؟ سلام. وهنبدأ لول تنسينو نعمل تسبحة. اللي عايز يتفضل بس بهدوء شديد، لا بقى يقفوا على الباب يوزعوا البركة. اللي قاعدين الورقة بين بعد ما نخلص إيه؟ خالص. بكرة القداس نبدأ 7:15 رفع بخور باكر، 8:15 إن شاء الله يكون الحمل. هيكون معانا ويباركنا نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة ديميان. بركة الأنبا ماكسيموس تكون معانا، لإلهنا ذو كرامة إلى الأبد. أمين. أمين. الليل يا ذو سابتريك أيوك أقبني في موتك لنك استوسيون استونيون نامين تنوشي فولينك